واحد بيقول اريد ان اترك الخدمة خدمة التربية الكنسية، وذلك بعد ان امضيت 3 سنوات فيها، لاني اكتشفت اني لا اصلح للخدمة، ولكن زملائي الخدام يحاولون منعي ويقولون ان الخدمة هي دعوة واختيار من الله، فكيف ترفض رأي قداستك؟ غالبية الذين تركوا الخدمة حالتهم سائط عن الأول، لأن الخدمة فرصة روحية، إنك بتقرأ الكتاب المقدس كل أسبوع وبتدي درس وبتروح الكنيسة وتحاول أن تكون قدوة للأولاد، يعني كلها جو روحي، فإذا تركت الجو الروحي ربما حالتك تبقى أضعف. أما إن كنت تشعر إنك لا تصلح للخدمة وانت موجود في الخدمة، احضر فصول اعداد خدام وشوف ليه انت ما تصلحش وصلح الجو. لكن زي ما بقولك، كل اللي تركوا الخدمة حالتهم سائط عن الاول.